في النهارده بقى هيبقى ارتفاع شديد جدا جدا في درجات الحراره. حتى هيئه الارصاد الجويه قالت انه النهارده هيبقى ذروه ارتفاع درجات الحراره على كافه الانحاء، هيسود طقس شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقيه وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربيه معتدل ليلا على كافه الانحاء. أوضحت كمان هيئة الأرصاد الجوية أنه هيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، هتكون كمان مثيرة للرمال والأتربة. النهاردة ذروة ارتفاع درجة الحرارة، موجة من ارتفاع درجات الحرارة بدأ كده من امبارح شوية والنهاردة بقى بيستمر بذروته. تعالوا برضو نطمن على درجات الحرارة ونرجع تاني لحضراتكم. طبعا في ضوء انه اعلنت هيئه الارصاد الجويه انه النهارده هيبقى ذروه ارتفاع درجات الحراره، تعالوا نعرف تفاصيل اكتر. هل الموجه دي هتستمر الفتره اللي جايه؟ هل على مدار الاسبوع القادم هيبقى في انخفاض ولا ارتفاع مره اخرى؟ ونشوف برضو الصيف هيبقى عامل السنه دي ازاي. معانا الدكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك داليا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح النور. موجة عالية جدا من درجة الحرارة. في البداية أول سؤال، هل الموجة درجة الحرارة هيصحبها أيضا ارتفاع في الرطوبة ولا هي فقط كدرجة حرارة؟ لا، هو اليوم نسب الرطوبة إن شاء الله هتكون أقل من اللي شاهدناه الأيام الماضية. أوكي. لأن مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة الكتل الهوائية اللي هتأثر علينا هي كتل هوائية جنوبية غربية قادمة من على الصحراء الغربية. فنسب الرطوبة الحمد لله فيها منخفضة، لكن طبعا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يمكن عن الأمس بحوالي 4 درجات. يعني احنا بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، اليوم متوقع تكون 43 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. فارتفاع طبعا ملحوظ في درجات الحرارة. جنوب البلاد هتوصل ل 45 درجة مئوية، ودي درجة الحرارة كمان المقاسة في الظل تحت ظروف معينة وضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. التعرض المباشر لأشعة الشمس هيخلي درجة الحرارة المحسوسة أعلى كمان من القيم اللي احنا بنقولها دي. عشان كده احنا بنقول اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة. الأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية. خلال فترات الليل إن شاء الله تبدأ الجبهة الباردة تدخل على جمهورية مصر العربية، تبدأ درجات الحرارة تنخفض، والأجواء خلال فترات الليل هتكون معتدلة بإذن الله على أغلب الأنحاء. طب هتنكسر الموجة دي الفترة اللي جاية يا دكتور؟ يعني هل بكرة برضو هيبقى زي النهاردة ولا بكرة متوقع أنه درجة الحرارة هتبقى عاملة إزاي وعلى مدار كمان 48 ساعة؟ لا ان شاء الله بكره ان شاء الله متوقع انخفاض في درجات الحراره وانكسار لموجه ارتفاع درجات الحراره. النهارده الحمد لله اخر يوم في الاجواء شديده الحراره، من غدا ان شاء الله درجات الحراره هتنخفض على السواحل الشماليه القاهره الكبرى محافظات الوجه البحري بحوالي من 7 لـ 8 درجات، شمال الصعيد حوالي 4 لـ 5 درجات. ففي انخفاض في درجات الحراره على شمال البلاد. طبعا الاجواء هتتحول من شديده الحراره الى اجواء حاره فتره النهار معتدله فترات الليل. متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون
35 درجة مئوية، باقي أيام الأسبوع إن شاء الله نهاية الأسبوع هتكون ما بين 34 وال 35، وإن شاء الله بقية أيام الأسبوع الأجواء تكون مستقرة تماما، والأجواء تكون مش يعني ما فيش موجة ارتفاع درجات الحرارة. طب ودرجة الرطوبة يا دكتور، درجة الرطوبة هتبقى إيه؟ لأنه دايما اللي بيشعرنا بإنه درجة الحرارة عالية هي ارتفاع الرطوبة اللي بيصحب درجة ارتفاع الحرارة. هي بالفعل بدأت تدريجيا نسب الرطوبة ترتفع في الجو عن الأسابيع الماضية، يمكن احنا بدأنا نلاحظ ارتفاع نسب الرطوبة، فطبعا بتختلف من يوم ليوم على حسب مصادر الكتل الهوائية، يمكن الأيام اللي جاية كمان هيبقى فيه ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة، لأن احنا خلاص ما بيفصلنا عن فصل الصيف تقريبا حوالي 10 أيام، احنا فصل الصيف هيبتدي 21 يونيو، تبدأ نسب الرطوبة معاها ترتفع بشكل كبير، لأن الكتل الهوائية بتبقى قادمة من على المسطحات المائية البحر المتوسط أو أحيانا كمان بعض المناطق من البحر الأحمر، فنسب الرطوبة عليها بتبقى مرتفعة، فعشان كده احنا الأيام اللي جاية الإحساس بالفعل بدرجات الحرارة هيكون كمان أعلى من القيم، بالظبط أعلى من القيم اللي احنا دايما بنقولها مع حضراتكم، واحنا إن شاء الله يعني بنبدأ بعد كده نقول درجة المحسوسة كام في النشرات بتاعتنا مع ارتفاع نسب الرطوبة بإذن الله. طب سؤال سريع دكتور، يعني هيئة الأرصاد الجوية تقدر تتوقع على مدار كم يوم في المستقبل، يعني 48 ساعة 72 ساعة بتبقى ايه الدرجة او الايام المتاحة؟ خلينا نقول ان احنا التنبؤات عندنا بتبقى تنبؤات قريبة المدى، وممكن تبقى يعني حوالي 4 ايام اسبوع بنوصل لعشر ايام، وعندنا كمان التنبؤات الفصلية اللي هو بنقول كل فصل بيبقى فيه التنبؤات، لكن احنا في قاعدة عندنا كل ما التنبؤ طال كل ما نسبة الخطأ في التنبؤ كانت اكتر طبعاً. يعني احنا الدقة بتوصل مثلا نقول ل 95 او اعلى لمده 4 ايام الاولانيين، لكن كل ما بعدنا بالتنبؤ كل ما اكيد ده عوامل جويه بتاثر علينا، كل ما حصل تغيير في التنبؤ فدقه التنبؤ بتبقى اقل، لكن احنا بنصدر منشوراتنا 6 ايام، بننظر بنعمل كمان حوالي 10 ايام، وفي تنبؤات فصليه، يعني احنا من خلال التنبؤات الفصليه في الهيئه العامه للارصاد الجويه بنقول ان الصيف العام الصيف هذا العام صيف 22 هيكون درجات الحراره فيه اشبه بصيف العام الماضي، لكن اكيد هيتخللوا بعض الايام اللي هيكون فيها ارتفاع في درجات الحراره اعلى من المعدلات، بالظبط اعلى من المعدلات فيها موجه ارتفاع في درجات الحراره، لكن فصل الصيف العامل المهم جدا هو ارتفاع الرطوبه، الرطوبه العالي جدا اللي بيخلي المحسوس عالي. بشكر حضرتك الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وعايزين ندي لحضراتكم بعض النصائح الخاصة ب يعني ارتفاع درجات الحرارة تحديدا النهاردة. الحمد لله أن الذروة دي جاية يوم سبت، يوم تقريبا لمعظم الناس أجازة، فبالتالي ما فيش احتياج قوي أن الناس تنزل في فترات الظهر قبل مثلا المغرب، ولكن في ناس تانية عندها برضو أشغال، عندها مصالح، الناس بترجع من الأجازة الأسبوعية علشان بكرة عندها شغل، ففي بعض كده النصائح نقولها لحضراتكم، أنه إن شاء الله اللي عنده عربية رقم واحد أنه هو ما يسيبش فيها الحاجات اللي بتساعد على الاشتعال، بمعنى ايه؟ الحاجات اللي هي المتعلقة بالولاعات، العطور، المشروبات الغازية، البطاريات الخاصة بالأجهزة، كمان لازم نفتح نوافذ العربية، حتى وانت راكنها تفتح جزء صغير منها كده تدخل الهواء ما تبقاش مكتومة. طيب كمان تظبط الإطارات بتاعة العربية، لازم تتشك عليها وتشوفها عاملة ازاي. طبعا بقى النصائح الصحية الخاصة بينا احنا بقى كبني أدمين، انه لازم نشرب مية كتير، لا غنى عن المية في هذه الأيام، لانه الجسم بيفقد مية لوحده بشكل طبيعي، فبالتالي احنا لازم نعوضه بشرب المية لا يقل في اليوم عن 3 لتر في اليوم. لازم نشغل سخانات المية، ما نحطش عدم وضع اسطوانات الغاز في الشمس، كمان التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، البعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، ده مهم جدا 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 تحديدا الأطفال وكبار السن. ما ننساش بقى حاجة إنسانية كده لطيفة، إنه إحنا لو نقدر نحط للحيوانات في الشارع يعني طبق صغير فيه مية، العصافير، نحاول إن إحنا نساعد إن الحيوانات اللي موجودة في الشارع ونديهم مياه.